العافيه. اهلين وسهلين. امور يا اخي. دخلك بتعرف لي وين حي السكري؟ وصلت. هذا كله حي السكري. انو حاره بالدار؟ ليش كم حاره في بهالحي؟ في 6 حارات ومصلبتين. والله ما بعرف، مو مكتوب عندي انو حاره. طيب انت قل لي مين بدك، بلكي بدي الخدمه. يعني حضرتك ساكن هون بهالحي؟ اي نعم، من 10 سنين. طيب تعرف لي بيت كامل نجم؟ كامل نجم، كامل نجم. شو بيشتغل هذا؟ ممثل مسرحي قديم؟ لا والله للأسف مو سمعان بالاسم. غريبة. طيب مين بدي يسأل يعني أنا؟ أخي كمل طريقك لرأس الحارة إلا ما تلاقي حدا بيعرفه هني. طيب كتر خيرك. أهلين وسهلين، شرفت. الله يعافيك. الله يبعد اذنك. بتعرف لي وين بيت كامل نجم؟ كامل نجم ساكن هون بالحاره؟ والله هيك قالوا لي. شو بيشتغل؟ ممثل مسرحي. والله ما بعرف، بس ساكن واحد براس الحاره هون ممثل كتير مشهور، بس ما بعرف شو اسمه. طيب تعرف شو بيمثل؟ يعني بايش بيطلع؟ معلوم، بيطلع كل يوم بدعايه علكه فاتنه. بس انا عم بسالك عن ممثل مسرحي، مو ممثل دعايات. شو الفرق عمي؟ كله تمثيل بتمثيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا زهير معلمي، في شخص عم يسأل عنك. تفش الباب وفوت. تفضل أستاذ، تفضل. أستاذ جوا بالصدر. ليش أنت ما حتفوت معي؟ لا معلش، أنا عندي شغلة بالإذن. طيب تفضل. الله معك، شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. تفضل. انا رياض بدر، صحفي. يا اهلا وسهلا، اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين فيك. تفضل استاذ رياض. يسلموا. ان شاء الله ما تعذبت حتى وصلت على البيت. والله تعذبت شوي، لولا ما اجتمعت بالاخ زهير صدفه كنت ما استدليت. عدم المؤاخذه ظاهر انه حضرتك مالك معروف بالحاره. ايه صحيح، معك حق. انا عايش هون لحالي وما بخالط حدا من اهل الحاره، ومثل مالك شايف كل شغلي بالبيت وزبايني كلهم بالسوق، يعني برات الحاره. انت اكيد سمعت عن شغلي حتى اجيت لعندي، مو هيك؟ ايه طبعا طبعا سمعت. انا صار لي 15 سنة عم اشتغل بتركيب العطورات، والحقيقة هالمصلحة حلوة وفيها ذوق. هي صحيح تشرشحت مثل كل هالمصالح، وصار اي واحد يجيب اسانسات وشوية كحول ومثبت ويعمل لي معلم بين يوم وليلة، بس انا مو من هدول، مو من هدول منوب. اوعك تظن اني منهم. أنا بجرب، بخلط، بمزج، بركب، يعني بحاول على طول طالع شغلات جديدة. الله يعطيك العافية. بتعرف أستاذ رياض إني أنا ليل نهار بشم. عفوا، بتشم؟ روايح. يعني أنفي صار يميز الروايح ونوعيتها وتركيزها من بعد 10 متار. بعدين أي ريحة غريبة بشمها أول مرة بتعشش بذاكرتي لحتى أقدر طالع مثلها.
يعني حضرتك هلا ممكن تعرف مثلا انا شو حاطط عطر؟ انت؟ ايه بعرف. انت حاطط هلا ريحة لافانتين، صحيح؟ صحيح بلا لافانتين، لانه يعني هو عطري المفضل. هي بصراحة ريحة حلوة، ها ريحة حلوة كتير، بس حد شوي. وإذا بترغب حضرتك هالنمط من الروائح، أنا ممكن أنصحك بنوع أحلى. تفضل جرب لي هالريحة، أعطيني إيدك بدي بخلك شوي عليها. تفضل. انفوخ شوي عليها حتى تبرد. أيوة هلأ شمها، مو مشكلة. شلون لقيتها؟ فعلا أحلى من اللافانتين، أحلى بكتير. إيه لكن أخي رياض، هي اسمها مرايا، من تركيبي الخاص. بقى شوف شو طلبك وأنا تحت أمرك، وإذا بدك تاخد بالجملة بزبط لك أسعار مرتبة ولا يهمك، وإذا بالمفرق كمان مو مشكلة، يعني ما بتطلع من هون إلا وأنت رضيان. عفوا أستاذ كامل، أنا مو مشان هيك جاي لعندك. أنا الحقيقة مو زبون، أنا صحفي مثل ما سبق وقلت لك، وعم ألف كتاب وحابب أني استفيد شوي من خبرتك وتجربتك. كتاب عن العطر يعني؟ لا، عن المسرح. عن المسرح؟ اي نعم، وباعتبارك ممثل مسرحي قديم ومن الرواد، بقى أنا حابب أكتب شوي عن تجربتك واستفيد من خبرتك. والله منيح يلي لسه في حدا متذكر أني ممثل مسرحي، لأنه أنا نفسي كنت راح أنسى هالشي. وأنا هيك حسيت من أول ما فتت لهون. بصراحة يا ابني، أنا موضوع المسرح بالنسبة إلي يعني مرحلة وعدت من حياتي، صفحة وانطويت، ومو حابب ارجع افتحها لحتى ما قلب علي المواجع. من الناحية معك حق، بس مع ذلك تجربتك لازم تتسجل وتتدون، يعني إذا مو مشانك مشان الأجيال القادمة. إيه سيدي مرق، ما عليه شي. يعني إذا الأجيال الحالية نسيتني، بقى معقول الأجيال القادمة تتذكرني؟ يا أستاذ كامل، نحن بنعمل يلي علينا وبنترك التقييم للزمن. معلش أستاذ رياض، اعذرني أنا. بترجاك أستاذ كامل لا تحبط مشروعي، يعني أنا باني أمل كبير على حديثي معك، وبصراحة أكثر إذا رفضت تحكي أنا رح ألغي مشروع الكتاب من أساسه. بقى شو قلت؟ طيب أعطيني فرصة لفكر. شم هالريحة أستاذ، شم هالريحة لقلك. لا لا، أعطيني إيدك الثانية حتى ما تختلط الروايح. شم هلا، هي اسمها لا تلحقني مخطوبة. لا عم بمزح معك، هي اسمها قيس وليلى. ظريفة. معلش أستاذ رياض، تفضل ارتاح شوي عربي ما أجيب لك كاسة شاي. طيب شكرا. يا أهلا وسهلا فيك. بتعرف يا أستاذ رياض، يمكن صار لي أكثر من 5 سنين ما قعدت بقهوة. أوف، ليش بقى؟ ما بعرف، يمكن لأني تعودت على الوحدة بحياتي يا ابني. بتصدق اني احيانا بضل 4-5 ايام ما بطلع من بيتي؟ لا وانا مبسوطها، لانه يعني ليش لا اطلع؟ البعد عن الناس غنيمه. مشان الشغل يا سيدي، عم اشتغل بهالبيت واغراضي كلها عندي، والجريده بتوصلني كل يوم الصبح، يعني ما في حاجه اشوف حدا او حدا يشوفني. طيب عفوا، يعني ما بيزورك حدا؟ ما بيجي لعندك رفقات، زملاء من ايام زمان، قرايبين؟ قرايبين؟ لا، لانه انا ما عندي، مقطوع من شجره. زواج ما تزوجت بعد ما انصدمت بساره،
عفوا مين سارة؟ سارة كنعان الممثلة المعروفة ويلي عاملة نجمة بهاليومين دول. وبصراحة سارة هي الوحيدة اللي حبيتها وتركتني من 10 سنين وتجوزت مدير المعهد. زملائي المسرحيين نسيوني، كل واحد منهم ملتهي بشغله ومو فاضي لغيره. أصدقائي يا ابني ما عندي حدا، ما في غير هذا زهير يشقشق علي كل يوم التاني، وهذا هو الشخص الوحيد اللي بشوفه باستمرار. أستاذ رياض عفوا، أنا سمعت إنه حضرتك رفضت تستلم جائزة التكريم يلي منحتك إياها رابطة الفنانين السنة هي. صحيح رفضت، بس مو تكبر لا سمح الله. بالعكس كتير حلو إنه الإنسان يتكرم وهو عايش. بس المشكلة يا ابني إنه طريقتنا بالتكريم همجية ارتجالية. مثلا أنا السنة الماضية كرموني بعيد الفنون، بس بتصدق إني ما كنت موجود بين الحاضرين لأنه ما حدا بلغني إني رح أتكرم. اتصل فيه واحد من الزملاء قال لي روح راجع الجهات المختصة، روح استلم جائزتك. ورحت؟ ايه نعم يا سيدي رحت. ادخل. يعطيك العافية استاذ. اهلين، مأمور. ما يأمر عليك ظالم، انا كامل نجم. اهلا وسهلا، بس عدم مؤاخذة صدقني ما عرفتك. ايه معك حق ما تعرفني، صار لي زمان ما ظهرت على الساحة الفنية، فنان انا. ما خالفنا، كل اللي بيراجعونا هون فنانين، مو مشكلة، بشو بقدر اخدمك؟ قال في إلي عندكم جائزة بمناسبة عيد الفنون. ها، أنت من اللي تكرموا بعيد الفنون؟ إيه نعم، أنا. يا أهلا وسهلا، تفضل السريح. ممنونك. عفوا شو قلت لي الاسم؟ كامل نجم. كامل نجم. عفوا مالك اسم؟ انت متأكد انك تكرمت؟ ايه طبعا متأكد، ايه شو جاي انا اتصربط على الجائزة صربطها؟ دور منيح. عفوا حضرتك راقص ولا موسيقي يعني؟ لا هاد ولا هاد، انا ممثل مسرحي. ايوه فهمت عليك، لا تواخذني، كنت عم دور بجدول الموسيقيين والفنانين الشعبيين. يا ماجد وين جدول المسرحيين وعمال الإضاءة؟ ليكو عندي. ممكن تسناوله منه؟ نعم. شباب مو طاصيت؟ تفضل. بابا تعرف تص الدامه؟ شريف يسلم ايديك. كامل نجم كامل نجم كامل نجم كامل نجم. اسمك مكتوب، مبروك تكرمت. لا تنسانا من الحلوان. ها ايه تكرم عينك، بس عفوا ممكن اعرف شو الجائزة يا ترى؟ ايوه بالنسبة للمسرحيين شهادة وميدالية وشيك، شو بدك احسن من هيك؟ يا هيك التكريم يا بلا. وبقدر استلمهم هلا؟ ايه طبعا، بس بالاول في شوية اجراءات لازم تصير. اجراءات شو؟ يعني بدنا منك يا سيدي بالاول شهادة لحكم عليه، بعدين براءة ذمة من المالية، ومن ثم شهادة حسن سلوك من المختار. اوف، وليش كل هدول؟ يعني هيك اجراءات شكلية. يعني طالما انكم مو متأكدين اني غير محكوم، واني مواطن شريف وبريء الذمة من المالية، واني حسن السيرة والسلوك، بقى ليش عم تكرموني لكان؟ يعني حدا بكرم الزعران؟ يعني لو انا يلي دقيت بابكم وقلت لكم يا جماعه من شان الله والرسول كرموني، هات لبوس ايديكم كرموني، اعطوني شهاده تقدير امتياز مرحى، كان فيها وما فيها. بس انا كنت قاعد ببيتي وكافي الناس خيري وشري، وانتو يلي كرمتوني لحالكم وجايين هلا تتمطعوا فيي يا استاذ. عفوا استاذ، اذا بتريد انا هون مجرد موظف لتنفيذ الاوامر والقوانين،
بعدين انا اللي كرمتها، بعرفك شي حتى كرمك، الرابطه هي اللي كرمتك. هاي من جهه، ومن جهه ثانيه كل الزملاء اللي تكرموا مثلك قدموا هالوراء عن طيب خاطر، ما حدا منهم اعترض او عبر عن استيائه الا حضرتك. مع انه عفوا يعني معظمهم نجوم كبار ومعروفين وحضورا دائم على شاشات الفضائيات العربيه. قصدي يعني مو مثل حضرتك، يعني عدم المؤاخذه انا مو شايف وشك على التلفزيون بنوب ولا مره. صحيح، بس مكتوب عندك هون اني ممثل مسرحي مو تلفزيوني، هذا اولا. ثانيا مو شرط تكون مشهور وتعرفني حضرتك لحتى اعرف طالب بحقي. معلش استاذ، ما في داعي لكل هالشوشره، ويا ريت تاخذنا بحلمك شوي. كلهم كم ورقه وبيطلعوا معك بيوم واحد، بقى امرك لله احسن ما يروح عليك الشيك. قديش المبلغ اللي بالشيك يا سيدي؟ مبلغ محترم قد اللي اندفع السنه الماضيه بمرتين. قديش يعني؟ مليون ليره؟ شو مليون ليره استاذ؟ شو مفكر حالك قاعد بهوليود؟ المبلغ كله على بعضه 10000 ليره بس. ايه بس، ليش بقول 10000 ليره؟ كخه، اصلا انت مو تعبان فيه يعني؟ رح يجوك على بارد المستريح، وكمان بدك تتدلل. لا سيدي ما رح اتدلل، طالما من الرابطه مكسب. وامتى بقدر اقبضون؟ بس تجهز لي الاوراق، بعطيك من عندي امر صرف للمحاسب، يعني شغلتك بسيطه، ليش كل هالقد مهموم؟ طيب ماشي الحال، شكرا استاذ. الله معك. تفضل. يعطيك العافيه. اهلي الله يعافيك. إذا بتريد معي أمر هالصرف. أنت كامل نجم؟ إيه نعم، وهي الهوية. سبعة آلاف وستمية وخمسين ورقة. شو 7000؟ أمر الصرف ب10000؟ خصمنا ضريبة الدخل. كمان هدول عليهم ضريبة الدخل؟ ايه وليش لا؟ ليش هدول مو دخل؟ دخل ولا مو دخل؟ طبعا دخل، لكان نهيب. هات ناولنا خلينا نخلص بقى. لحظة شوي، لسه في حسم تاني. كمان؟ عليك تراكم رسوم للرابطة 3 سنين وأنا مضطر أخصمهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اخصمهم خلصني وشوف لي قديش بيزيد. حاضر. شرف، وقع لي هون إذا بتريد. يسلموا. شرف هويتك. تفضل، هاي 10 ورقات وهي 25 ليرة، يعني المجموع 35 ليرة. هلا هذا اللي زاد من مبلغ التكريم؟ اي نعم. معلش يا عيني، خلي المبلغ عندك وردوا على صندوقكم، مالي بحاجته انا. عفوا يا سيد، شلون بدنا نرجع المبلغ للصندوق تحت اي بند؟ سجلوا التبرع لصندوق الرابطة، صدقة، إحسان، زكاة، شوف البند اللي بدك اياه وسجله تحته. بقى هي هي قصة التكريم استاذ رياض. 35 ليرة وشهادة وشقفة نحاسة محطوطة بعلبة مخمل. ولا تأخذني، أنا بتصور التكريم الحقيقي مو هيك، أو على الأقل بطريقة، والله ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني في احترام أكثر. معك حق. طيب ممكن أعرف سبب ابتعادك عن المسرح؟ أنا ما ابتعدت، المسرح هو اللي ابتعد عني، لأنه المخرجين ما بعرف ما عادوا طلبوني لأعمالهم المسرحية، ومخرجين التلفزيون ما لقوا فيني شكل تلفزيوني. يعني مثل ما بيقول فريد الأطرش، يلي بينساك انساه. كمان أنا نسيت هالقصة ودورت على شغلة تانية أكل منها خبز، وهي أنا قدامك عايش رضيان والحمد لله، وروايحي فايحة عطر. Thank you.
بس انت ممثل مسرح من رواد المسرح وقدمت للحركة المسرحية سنين من عمرك. بقى ترى شو قدم لك المسرح؟ شو قدم لي؟ شوفت عينك. يعني لو بعرف انه هيك رح تكون نهايتي كنت ما ضيعت من عمري ولا دقيقة. أعوذ بالله العمى. شو هذا؟ وفاة الممثل المسرحي الكبير كامل نجم. الله لا يعطيكم العافية، موتوني وأنا عايش. لا كل شيء بينسكت عليه إلا هي. صباح الخير معلم. صباح الخير يا زهير. شو قريت الجريدة؟ إيه قريتها. قصدي قريت الخبر المكتوب عنك؟ اي نعم يا سيدي قريته. طيب وشو ناوي تعمل استاذ؟ شو بدي اعمل يعني؟ ما بدي اعمل شيء. على القليله كذب الخبر، ارفع دعوه على الجريده، طالب بتعويض. يعني لو هالشيء صار بامريكا ما بتطلع من القضيه باقل من مليون دولار. صحيح، بس هون اذا رفعنا دعوه بجوز ناخذ مليون طياره على رقبتنا، مو مليون دولار. على كل حال الشغلة كلها مو مستاهلة لك ابني، مو مستاهلة. شلون مو مستاهلة؟ مثل ما عم اقول لك ولك ابني، مو مستاهلة. صحيح انا اول شيء انفعلت لما قريت الخبر وقلت ما ممكن اسكت عنه ابدا، بس هلا مو فارقة معي. يعني يلي مكتوب بالجريدة خبر وفاة الممثل كامل نجم، والممثل كامل نجم ميت من زمان. كامل نجم يلي قدامك هلا مجرد تاجر عطورات صغير، لا راح ولا اجا. وهالتاجر اذا مات او عاش اي ما حدا بيسال عنه. ما عم بفهم عليك معلم، حدا بيستقبل خبر وفاته بهالبرود هاد؟ لك حط بالخرج لك ابني، حط بالخرج. هات لشوف، قل لي شو ناقصك عطورات اليوم؟ هاي لستة الطلبات. تنهي جملتها فورا بتجي لعندها. لك يلا جاهزين؟ دقيقتين ونكون جاهزين استاذ. بسرعة شوي بدي حركة. لا 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 سلمى اعطيني التليفون. ألو مرحبا، منزل المرحوم كامل نجم؟ المرحوم؟ أي نعم هون منزل المرحوم. مين عم يحكي بالله؟ أنا سعيد سلامي مخرج مسرحي. أهلين أهلين أستاذ سعيد، تشرفنا. حضرتك أخوه؟ لمين؟ المرحوم. إيه أنا أخوه. إن شاء الله العوض بسلامتكم. الحقيقة من واجبنا نشارك بالتشييع بس الظروف ما بتسمح. في عنا عرض مسرحي بعد أسبوعين وكنا منتمنى أنه المرحوم يشاركنا بحفل الافتتاح بس ما زبطت. يا سيدي الله يخليك، فرصة تانية إن شاء الله.
قصدي منتشرف، قصدي لو كان المرحوم عايش كان تشرف بالحضور اكيد، بس شو بدنا نعمل؟ هيك حال الدنيا. على كل نحن ما راح نقصر ابدا. انا قررت انه غير اسم الفرقه وسميها باسم المرحوم. شكرا كثير لك، والله خجلتونا. لا ومو بس هيك، انا هلا عم فكر اعمل عمل بانورامي لاهم اعمال المرحوم وسميها سهره مع اعمال كامل نجم، اسوه بمسرحيه سهره مع ابي خليل القباني. لا فعلا انكم مصرين تخجلوني، قصدي تخجلونا. ولو يا استاذ، هذا اقل واجب ممكن نعمله تجاه زميلنا وحبيب قلبنا، الله يرحمه ويجعل مثواه جنه. بتصدق من يومين كنت انا وياه؟ انت ومين؟ انا والمرحوم. اجى لعندي لهون وحضر عندي بروفة كاملة. يا لطيف يا لطيف، شو عجبه العرض. وبتعرف شو قال لي قبل ما يمشي؟ شو قال لك؟ قال لي انت عبقري يا استاذ، حوينتك بهالبلد. ايوه هو قال لك هيك؟ ايه لكان، لانه انا والمرحوم كنا خوش بوش كثير. على كل نسلم لي كثير على المرحوم، قصدي العوض بسلامتكم، وان شاء الله خاتمة الاحزان. الله معك حبيبي، مع السلامة. ألو مرحبا، منزل الفنانة المرحومة اعتدال السكري؟ يا ترى المرحومة موجودة؟ قصدي أقرباء المرحومة موجودين؟ بس ليتقبلوا مني أحر التعازي. طيب شكرا شكرا، الله معكم. صباح الخير عليك. صباح الخير يا زهير. شو هذي اللي حامله معك؟ هدول برقيات استلمتهم من ساعي البريد. برقيات شو؟ الله يطول عمرك، هدول برقيات تعزية فيك. شو هالحكي؟ هلا هدول كلهم برقيات تعزية؟ ايه؟ الله يكتر المحبين، شف لي اياهم من مين، كزلكي مو معي، اقرا لي اياهم ونرضى عليك. هي من رئيس هيئة الثقافة العليا. رئيس هيئة الثقافة؟ ايه هذا رحت بزماني لعنده 5 مرات، ما رضي يستقبلني. غيره؟ وهي من رئيس رابطة المسرحيين. يا سيدي هذا شافني بمهرجان المسرح الماضي، عمل حاله مو شايفني، دار وشه، عمل حاله عم يحكي مع المخرج البولوني. وهي من المخرج نصرت نعسان. نصرت نعسان، ايوه. هذا واصلي بيني وبينه للشيطان الرجيم، لما سحب مني دور البطولة بمسرحية هملت يشرب القهوة وعطالة ابن اخته الصغير. وهي من تجمع آرام المسرحي. هذا التجمع يا زهير أنا اللي أسسته، وبعدين طالعوني منه مثل الشعرة من العجين. وهي معلش معلش، خلاص خلاص لا تكفي، ما في داعي يا زهير، ما في داعي. ما بدك تقراهم أستاذ؟ إيه ما بدي أقرأ شيء، الحشون عندك. إيه وأنا عايش ما حدا سأل عني، هلأ تشاطروا بعد ما متت؟ نعم نعم، اي نعم، هون منزل المرحوم. لا انا اخوه. شكرا شكرا كثير، تعيش وتترحم. امتى؟ الخميس الساعة 7 بالمركز الثقافي. ايه لا ولو لو طبعا بدنا نحضر. لا اكيد، شكرا لكم. أهلين أهلين وسهلين، الله معك. مين هدول أستاذ؟ عاملين ندوة عن أهم أعمالي المسرحية بالمركز الثقافي بمناسبة وفاتي، وبدهم حدا من طرفنا يحضر. تروح زهير؟ شو بيفهمني بهالشغلة أنا؟ ليش ما بتروح حضرتك؟ ما بصير روح أنا ولك ابني، ما بصير، لأنه إذا شافوني وأنا عايش يمكن يلغوا الندوة وبجوز يدفعوني إجرة الصالة كلياتها.
معلش يرد على التليفون، ضاقت خلاقي من التليفونات. الو نعم. ايه هون بيته. لا مو قرايبه، انا صانعه، قصدي صديقه. مين معي بالله؟ تلفزيون؟ لحظة لحظة شوي. استاذ هدول التلفزيون بدون عنوان البيت. ليش جايين يعزوا؟ قال عم بيصوروا برنامج عنك وبدون عنوان البيت. ايه ماشي الحال. اعطيهم العنوان. شلون بدي اعطيهم العنوان؟ بركي شافوك. معلش. أنا بدي إياهم يشوفوني. آن الأوان لأطلع للضوء. آن. لك شو وين بيته هاد؟ والله تعبت رجلينا. ليكو هذا بيته. اهلا وسهلا. هون بيت المرحوم كامل نجم؟ ايه نعم، انا المرحوم بذاته. ما صورتوا شيء؟ وليش بقى؟ شو عم تقول؟ طلع عايش؟ انت متأكد من الحكي؟ طيب والخبر اللي نزل بالجريدة؟ غلطة؟ يا حبيبي على هيك غلطة. لا 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 تصوروا شيء. خلص بدنا نلغي البرنامج كله. إلك إيه طالما الزلمة طلع عايش، البرنامج كله ما عاد له طعمة. المهم هلا خذ الكاميرات وروح على بيت المرحوم اعتدال السكري. إيه إيه صور شوي، خذ كم كلمة من قرايبينا. شو بدنا نساوي؟ بسرعة بس الله يخليك. بس ما تطلع التانية عايشة وتقفشنا. بتعرف يا أستاذ رياض يلي صار معي شيء ما بيتصدق أبدا، يعني شيء مثل المنام، خبر صغير بالجريدة قلب لي حياتي فوقاني تحتاني. فجأة لقيت حالي رجعت الأضواء وصرت مشهور أكثر من الأول. الله وكيلك صار اسمي على كل شفة ولسان. هذا غير مقالات الصحفية والتحقيقات والندوات والإمسيات والمحاضرات يلي عم تحكي عني وتعدد مآسري ومناقبي. وبيني وبينك يعني بالغوا شوي بهالشي، يعني بصراحة عطوني أكتر ما بستاهل. بس شو بدنا نساوي؟ يلا زيادة الخير خير. يعني أنت زعلان؟ مو قصة زعلان، بس المصداقية حلوة. يعني مو معقول الواحد ما ياخد حقه من الاهتمام والتكريم وهو عايش، وياخد أكتر من حقه بكتير بعد ما يموت. ما بعرف المعادلة غلط من أساسها. بتلاقي مثلاً ببلاد برا الفنان عايش معزز مكرم مقدر موجب مرتاح مبسوط، الكل بدهن رضا ليرضى. هذا إذا كان فنان طبعاً مهم وناجح. بس عنا إذا كان الفنان مهم وناجح الكل بده يشتغل فيه وينزله لتحت مع إهمال ملحوظ وتجاهل مطلق. والله معك حق، هالشي متفشي كتير وسطنا الثقافي والفني. صدقني يا أستاذ رياض أنه خبر هالوفاة ترجعني للحياة من جديد، أو بعبارة تانية نقلني لحياة جديدة، حولني من صانع عطورات بسيط لنجم. كيف يعني؟ يعني الناس رجعوا يتذكروني. بتصدق أني بعد ما أعلنت بالجريدة عن الخطأ اللي صار وأني لساتني على قيد الحياة، إجاني 4 نصوص مسرحية ونعرض عليه بطولة مسلسلين تلفزيونيين كبار. ايه مبروك، شو بدك احسن من هيك؟ بالنهاية لا يصح الا الصحيح. وعلى كل حال يا استاذ كامل، انت بتستحق هالشيء ومن زمان. الله يبارك فيك. بس اخ اخ على ما اعرف هالابن الحلال يلي غلط معي هي غلطة. ليش؟ بدك ترفع عليه دعوة مثلا؟ انو دعوة هي؟ بدي اتشكره وبوسه من بين عيونه على هالخدمه اللي قدم لي اياها. بدي احاول رد له جميله يلي ما راح انساه طول عمري. لا بسيطه استاذ بسيطه، الحقيقه انا ما عملت اكثر من واجبي. شو قصدك؟ يعني انت اللي نشرت الخبر؟ ايه ولا يا استاذ انا.
لأنه لقيت أفضل طريقة لحتى رجعك لتحت الأضواء. لأنه نحن بالعادة ما منتذكر مبدعينا إلا بعد ما يموتوا. حديث المرايا.